ريكورد تو كلاود، ما حدش فكرني ان انا اسجل، انا افتكرت لوحدي. نعمل انميوت، ميوت اول، زي الفل. طيب انت عشان تعمل جدول او تعمل اكتر من خانه، تعالى نعمل التيبل. شيفت حرف الواو تيبل بالشكل ده. فاكر لما كنت بتعمل اليو ال اللي هو اليو ال جواها ال اي والكلام ده، هي نفس فكرتها، تيبل جواها تي ار تيبل رو. طيب تيبل رو بتكتب فيها ايه؟ بتكتب جواها التيبل داتا تي دي. طيب لو كتبت هنا نيم، خدت اربعة كده، نيم واحد، نيم اتنين، نيم تلاتة، وسيفت، جم بالشكل اللي انت شايفه ده جنب بعض. طب تعالى بقى هديله ستايل ويتس، بس عشان انت تشوف تفهم في الشرح. انا لو عليا مش هديله ستايل. طب تعالى كده ستايل الكلام ده، جم اتوزعوا على الصفحة. طيب عايز اكتب بقى، تعالى نعمل تي ار تاني، تيبل رو، افهمك كل حاجه دلوقتي. كتبت احمد، علاء، وعبد الرحمن، بصوا جنب الشكل ده، ان انت بتكتب هنا العنصر وتحتيه الحاجة اللي انت عايزها. طب انا عايز اقسم دلوقتي الكلام ده عشان تشوفه وتفهمه. تعالى في التيبل تي ار تي دي، هديله بس بوردر 1 بيكسل سوليد، بص بس عشان يحدد لك الشكل ده، انا عايزك بس عشان تفهم انت الشكل متقسم ازاي. طيب لو خدنا التي ار دي كمان وكتبناها كده، طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجه دلوقتي. طيب الفكره في ايه؟ تعالى بقى، في حاجه اسمها التي هيد. ليه بقى؟ هوريك ايه الفرق ما بينها وما بين بالشكل ده. بص ركز معايا، هو هنا في الجنب صح؟ بص عملت ريلود، ظهر ايه؟ جه في النص وبولد، ده اسمه التيبل هيدر. طيب انا عايز اعمل نيم هنا، ونيم واحد، ونيم اتنين، ونيم تلاته. طيب انا عايز في خانات هنا، النيم رقم تلاته ده في شويه اسامي، وهنا في شويه اسامي، وهنا في شويه اسامي، وهنا في شويه اسامي. بتعمل ايه؟ بص بتكتب النيم واحد ده فوق الاول، ما تروحش تكتب تحته نيم واحد، هيجي بالشكل ده، هيجي جنب بعضه. لا تعمل ايه بقى؟ هتعمل تي ار تاني، بس الاولى دي بص ركزوا معايا اهو، انا معلم على النيم الاولى، هتيجي تحتها النيم اللي هو العبده دي. طيب تحت عبده واحد، هتيجي تحت عبده دي. يبقى هنا بتتعامل ان الاولى مع الاولى مع الاولى عشان يجوا تحت بعض. طيب لو عملت دي كده هيجوا ايه؟ بص كده هيجوا جنب بعض، جم جنب بعض، ما جوش تحت بعض. ليه؟ لان هو السنتاكس او الاصلي بتاع الكود ان هم يجوا جنب بعض. طيب انا عايز دلوقتي، يبقى انا بتعامل ايه؟ ان النيم الاولى دي لو عايز احط حاجه في الخانه بتاعتها بحطها الاولى في التي دي، وفي التي دي برضو بحط واحده كمان. طيب انا عايز دلوقتي ازود واحده، بص هتيجي بالشكل ايه؟ جت فاضيه. جت فاضيه ليه؟ لان انت مش حاطط تحتها اي حاجه. طيب تعالى كده نزود كده، بص يكون بالشكل ده الخمسه. طب تعالى بقى نعمل حاجه مفهومه، يعني انت هنا مثلا هتعمل البلايرز، هنا مثلا الجول، وهنا الاسيست، وهنا مثلا الجول كيبر، وهنا السيفز مثلا ان الحارس صد كام ركله مثلا.
طيب تعالى نسيف كده البلايرز، الجول، الاسيست والجول كيبر. انت كده سميت الاسامي بتاعتك. طب انا عايز احط هنا في الخانات دي الاسامي بتاعت اللعيبه، الاسامي اللعيبه. طيب الاسامي اللعيبه انا حاططهم اهم بالشكل ده. طب انا عايز تيجي خانه كمان، تعالى كده عايز اكبر الخانه بقى من تحت. تعالى نزود تي ار. لو زودنا تي ار، شوف عبد واحد عبد اتنين هتيجي تحت حاجه دلوقتي، بقت عبده عبد وعبد واحد. طيب عايز ازود خانه كمان، بتاخد تي ار كامله تزودها. طيب بالشكل ده كده انت عندك اسامي اللعيب. هنا تقدر تكتب اجوالهم. طب تعالى نكتب كام جايبين كام جول. بص بقى هتكتب ايه الفكره، التي ار بلايرز، انت كتبت البلايرز بتاعتك. طيب تعالى مثلا الجول هنا احمد التاني مثلا، هتكتب هنا جاب 17 جول. طب احمد هنا جاب 12 جول. طب احمد هنا جاب 13. تعالى نسيف كده ونشوف احنا ماشيين صح ولا لا. بص 17 جول 12 جول 13 جول. طيب في احمد اللي هنا الاخرانيه جاب كام جول؟ جاب 29 جول. يبقى انا فهمت ان انا دلوقتي الاولى هي ماشيه الاولى معاها بس من تي ار مختلفه، يعني تي ار الاولى فيها الحاجات العناصر اللي انا كاتبها دي بس جايه بالطول. طيب المزاويه لها اللي جنبها، طيب اللي جنبها بس عامل ازاي؟ بتتعامل كده ان انت البلايرز ده التي هيدر بتاعك الاساسي بتاعك. طيب كتبت اول اسم عبده، طيب كتبت تاني حاجه هنا جاي لك 17، جاي لك 17 ليه هنا؟ طب ما هو جاي لي 17 عشان هم اصلا بيجوا على نفس الخط. انا بكلمك ان انا عايز اعمل عناصر مختلفه زياده هنا اربعه. طب انا عايز اخليهم خمسه، خد التي ار دي كلها تعالى نسيف كده. بص زادت واحد، زادت 29 جول كمان. طيب عايز الجول كيبر ده رقم أربعة، فين الجول كيبر؟ هنا. عايز الجول كيبر دول أسميهم كلهم باسم علاء. طيب تعالى كده نسميهم كلهم باسم علاء. هما كام؟ هما رابع حاجة. طب هنا هسميهم علاء بس بالشكل ده، الرابع علاء بس بالشكل ده. طيب تعالى كده ناخد دي كوبي، الرابع هنا. طيب الرابع هنا برضه. طب الرابع هنا. ايه اللي المفروض يحصل؟ جاوبوا مع نفسكم ان كل الاسامي بتاعت علاء تيجي هنا، تيجي في الجول كيبر دي. شايفين اللي حصل؟ جت كلها في الجول كيبر دي. طيب في حاجه بقى، تعالى دي اول حاجه المفروض تبقى عارفها. ايه اللي المفروض تبقى عارفه؟ ان انت التي هيدر بتكتب كده بيجي في النص ويبولد. طيب عايز اعمل تي داتا، تيبل داتا اكتب فيهم حاجتي. طيب تعالى نشيل الكلام ده كله عشان كتير، تعالى نتعامل على دول بس، هيجوا بالشكل اللي انت شايفه ده في الجنب. طيب انا صنفت ده ازاي؟ البلايرز كتبت اسمه، الجول كتبت انه جاب كام جول، الاسيست انه جاب ان الاسيست انا هنا مثلا هكتب 2. طيب الجول كيبر اسمه علاء. طيب السيفز مثلا هنا 10، عمل 10 سيفز. طب تعالى كده عبده الاسم علاء الجول والاسيست والسيف، هي دي الفكره بتاعته. طب انا مثلا عايز اكبر من تحت، اعمل من تحت هنا اكبر كام عنصر؟ هتاخد التي ار كامله بالشكل ده، تي ار. يبقى هنا البلايرز الاولى بالاولى هنا برضو انت عايز تكتب تحتها. طيب يبقى عبد واحد، تعالى كده تلاقي تحتها عبد واحد بالشكل ده. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي اعمل ازاي تيبل تفتح تيبل عادي جواها تي ار، تيبل رو. جوه التيبل رو دول الاولى بتكتب التي هيدر بتاعتك. التي هيدر دول اللي بيجوا على جنب كده مع بعض، نفس الجنب في نفس جنب بعض. طيب انا عايز اكتب بقى شويه معلومات عندي عشان تيجي بالشكل الصغير ده ما تجيش بولد. طيب يبقى بنسقها تيجي جنب بعض، بتكتب الاولى بالاولى. يعني انا مثلا عايز دلوقتي اعمل، طب تعالى نعملها مع بعض، تي اور كده.
عايز اكتب في الخانه بتاعت البلايرز دي، هروح اكتبها يعني رقم 3، ما انا هاخدها تي دي اكتبها مع البلايرز دي، اسم مثلا وليكن اسلام، وتعالى نسيف. بص الخانه دي لوحدها هتيجي اسلام بس، الخانه دي. طيب لحد هنا يا رب تكونوا فاهمين. طيب في حاجه تانية عايز اقولها لك قبل الكول سبان والكول رو. بص بقى، في حاجه اسمها تي هيد بتنظم لك الشغل بتاعك. طيب انت مش كاتب فوق هنا تي هيد اهي، مش تي هيدر. طيب التي هيد دي بتاعتك اهو، انت كاتب كده التي هيد بتاعتك. فرقت في حاجه؟ فرقت في حاجه، هتفضل فوق. طيب انت مثلا تحت هنا مثلا عايز تعمل تي ار جواها فينيش مثلا، ان انت خلصت حاجتك. طيب في حاجه اسمها ايه؟ تي فوت بالشكل ده. طب التي فوت دي لو نقلتها فوق هل هتتغير؟ بص كده فينيش، ما حصلش حاجه غير ان هي جت تحت. طب الفوتر دي تعالى كده، بص عمال تراستر جت اخر حاجه برضو. ليه؟ لان هي تي فوت. طيب الفوتر يعني، بص الفوت اللي هي كلمه الفوتر اللي احنا لسه درسناها في السيمانتكس اليمنت. طيب اللي جسم الصفحه بقى تي بودي، يبقى انت كده تعرف ان في ثلاث عناصر بينظموا لك شغلك. يبقى الشغل اللي هنا ده كله، تعالى كده الشغل اللي هنا ده كله، ده اسمه تي بودي. طب اللي فوق، اللي فوق ده اسمه تي هيدر، تي هيد. طب اللي تحت ده اسمه تي فوت. طيب كويس جدا لحد دلوقتي. طيب تعالى بقى افهمك حاجه اسمها كول سبان وحاجه اسمها رو سبان. تعالى نعمل تيبل تانية جواها تي ار، جوا التي ار دي تي دي ايميل، ودي باسورد. ودي باسورد. بص لو رحنا كده هتلاقي الايميل والباسورد جم بالشكل ده. طب انا عايز هنا مثلا احمد ات الايميل 12345. طيب هنا عبدو ات 7 8 9 4 5 ستايل ويت 100%. طيب جالي هنا ايه؟ خانة الايميل. طب تعالى نفصل ما بينهم. بص شغلنا تحت، لا بلاش عشان تشوف. طيب شغلنا كده فوق ايميل والباسورد، عملت خانه ايميل وخانه باسورد. طب تعالى نخليهم تي هيد عشان اوريك اختلافها ايه اللي هيحصل. بص كده جم في النص وجم بولد. تمام كويس جدا. عايز اعمل بقى اقسم مثلا خانتين هنا، الايميل ده ياخد خانتين. طيب تعالى كده ندي للايميل كول سبان، هتفهم لما اعمل خد خانتين بالشكل ده. طيب تعالى كده ندي هنا ايميل تاني وهنا ايميل تاني. بص كده الايميل، انا كتبت كده ايميل، قسمت شويه اعمده. يعني انا خليت الباسورد باسورد، الباسورد بتاعك باسورد عادي، بس انا رحت قلت له كول سبان خلي لي الايميل ده ياخد جنبين، ياخد عمودين،
فخد العمود الاولاني اللي هو احمد وعبده، وخد العمود الثاني اللي هو احمد وعبده ده. طيب تعال نغير مثلا، نغير الاسامي، تعالى ده مثلا اسلام وده، وتعالى نسيف، يبقى خد صفين، خد عمودين. ركز معايا، خد عمودين. طيب يبقى انا فهمت ايه قصه الكول سبان دي. طب انا لو عملت كول سبان 3 هيروح ياخد الثالثه الباسورد جنبه وساب الباسورد فاضي. طب انا عايز، مش عايزه يعمل كده، انا عايزه يسيب الباسورد في حالها وياخد الايميل، بس الايميل الثالثه فاضيه، اديها تي دي فاضيه. تعالى كده اديها، الناس تجاوب كده مع نفسها، ايه اللي هيحصل؟ الباسورد هيروح لنفسه والثالثه هنا هتبقى فاضيه. بص الثالثه بقت فاضيه اهي، بس الباسورد جه لنفسه، جه مع نفسه، وانا هنا اشتغلت كده بثلاث خانات. طب لو كتبت حاجه هنا هتتقسم معايا. تعالى نكتب، عشان سايب مساحه. طيب تعالى نكتب مثلا هنا وهنا، الاسامي خلصت ولا ايه؟ كده الايميل خد الثلاثه دول، ليه؟ ما انا قايل له كول سبان 3. طب الباسورد خد خانه لوحدها، طيب عايز افضيها، سيبها فاضيه بس اكتب التي دي. طيب يبقى احنا كده عرفنا استخدام الكول سبان. طب تعالى نعمل واحده كمان بقى بس بالرو سبان. تيبل، انا عارف ان هما كتير ورخمين، بس ستايل ويدث 100%. طيب جوه التيبل بنكتب التي ار، جوه التي ار بتكتب التي هيد بتاعتك. طيب التي هيد مثلا احمد، وانت بتكتب بالشكل ده. طيب عبده مثلا، وانت كتبت كده التيبل الاولى. تعالى كده نسيف، هتلاقي احمد جت فوق وعبده جت تحت. طب انا مثلا عايز اعمل بي ار هنا عشان محدش يبص على، بس خلينا كده احمد فوق وعبده. طيب عايز اعمل ايه؟ تعالى كده تي ار تاني جواها تي دي مثلا، كان المفروض هنا نكتب الفيرست مثلا، وهنا نكتب اللاست، وهنا احمد، وهنا عبده. فاهمك دلوقتي وجهة النظر. طيب وآلاء مثلا، جت بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب عملنا ايه بقى؟ انا عايز اقول لك بقى ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل هنا مثلا روز بان 2. ما شاء الله. طيب روز بان 2 طيب روز بان 2 شيل كده، تعالى نسيف، هفهمك دلوقتي انا عملت ايه. طيب الفكره في ايه؟ الفكره ان انت كتبت فيرست ولاست، صح؟ طيب انا عايز هنا مثلا هنكتب مثلا فيرست نيم. الفيرست نيم بتاعتك دي انت اديتها رو اسبان عكس الكول اسبان. رو اسبان دي ايه؟ صفين. لو عكسنا كده تلاقي في صفين اهو، صف انت المفروض في صفين، صح؟ انت اديت بقى الفيرست نيم دي قلت له خد الاسمين بتوعك. طيب لو انا مثلا عايز اعمل فيرست نيم لاست نيم هنا تاني واحط مثلا هنا ليها خانه واحده، سيبك من التي ار اللي فوق دي، وتعالى نعمل تي ار تانية نحطها لاست
وسيبك من الروز باك. باظت خالص. طيب طيب بصوا انا هقول لكم حاجه عشان ما بوظهاش عليكم الفهم بتاعها. تعالى في التيبل هناخد المثال بتاع التيبل هنا، التيبل بتاع الروز بان، وهتفهموا منه ان شاء الله، عشان انا مش عايز. طيب هي فكره التيبل، تعالى كده ناخدها مكان التيبل دي كلها ونسيف. بصوا الفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو هنا عمل التليفون، انا اشرح لك دلوقتي الكود كان ماشي ازاي. عمل ايه؟ عمل ان التليفون ده خد الجنبين دول. طب خدهم ازاي؟ خدهم بالرو اسبان دي. طيب هو هنا عرف في الاول، بص كده معايا، عرف في الاول هنا ايه؟ النيم تي هيدر، وبعد كده التيبل داتا بيل جيتس تايب النيم، وبعد كده بيل جيتس جت جنبها صح. طب هو هنا عرف ايه؟ تي هيدر تاني تليفون، وخلالك اتنين روز بان، خلاهم الاتنين دول، الاتنين دول يجوا في الخانه دي بس. طيب كتب تي دي هنا وكتب تي دي هنا تاني. طب تعالى نعمل نفس الفكره تاني، نقلد نفس الكود. تيبل جوه التيبل تي ار، جوه التي ار تي هيد، التي هيد مثلا هنا هنديله نيم، وجوه التي هيد ده هنديله تي دي مثلا عبد الرحمن. طيب كويس جدا. عمل ايه بعد كده؟ عمل انه خد التي ار دي تاني، بس هو عايزها هنا المره دي النيم دي، النيم واحد دي تاخد اتنين اتنين، تاخد خانتين من على الصف، تاخد خانتين من على الصف زي ما انت شايف الرقمين دول يجوا في خانه واحده. طيب راح عمل ايه؟ راح اداها روز بان اتنين. طيب وراح عمل ايه؟ طب تعالى كده لو سيفنا. طيب هنا ستايل ويتس 100% بس ما اداش بورتر. طيب خلينا نشرح على الفكره دي، يعني عايزين هنا بقى نعمل ايه؟ في النيم واحد دي تاخد صنفين، تاخد عبد الرحمن وتاخد حاجه ثانيه، هندي بقى تي ار تاني جواها تي دي مثلا عبد الرحمن اتنين، تعالى نسيف. فخد النيم ده، النيم ده زي التليفون اهو، خد الاسم الاولاني والاسم الثاني، التليفون هنا خد الباسورد الاولاني والباسورد الثاني. طيب احنا لو عملنا ستايل ويتس 100% وادينا له بوردر وان بيكسل سوليد، رحنا سايبنا وجه في الاولاني، احنا بنشتغل في النيم. ايش تعالى بقى نشيل اللي فوق ده بتاع. طيب انا هفتح المايك عشان الناس تسأل في الجزئية اللي انا اتلخبطت فيها دي. شيل تدي ياسين شيل، ماشي نفتح المايك، هعيدها لكم تاني. بس تيبلين عندك لازم نفس الصنف اثنيناتها. ايه عندك تيبلين، تيبل الاول مال التليفون والثاني مال الاسماء.